استطعنا ومن خلال الأصوات الحرة الشريفة والإعلام المهني الذي يتابع هذه القضايا واهتمام القضاء بأن نصل إلى أحكام من خلال القضاء ضد الفاسدين في قضية الثلاجة العجيبة التي دخلت موسوعة جينيس. وأنا قد قلتها في مناسبات عديدة، كلما تقلب في أوراق الفساد تتفاجأ وكأنك تقرأه لأول مرة. بعدني ما خرجت من طلاوة الثلاجة طبيت بطلاوة القريولة، وهذه قضايا لما تثار يهتز لها الرأي العام. لما سرير وما مشترينا على أساس أنه هي مادة طبية، مثل ما قال السيد باسم خشان مشترينا شرباية ب164 مليون، وعندنا جرحى بقواتنا الأمنية البطلة وبالحشد الشعبي مرات يراد لهم 4000-5000 دولار، نعيدهم للحياة هم أبطال ما نصرف عليهم، ومن نجي نقول لهم نقول لهم يا بقول لك تقشف، الميزانية ما تسمح، الوزارة ما عدها، لكن الوزارة تستطيع أن تسمح تشتري ثلاجة وتزور عقود وتزور مخاطبات بين الشركة ويذهب مال البلد هباء إلى أن ينبري لها أهلها ويتابعون. إحنا لو عندنا كل الزلم التابع مثل ما دا نعرض إحنا ومثل ما دا نجيب الضيوف وشلون يتابعون، لا والله قضيتنا مو صعبة بالفساد، وإن كان الفاسدين عندنا وكحوا وما يستحون، بس الحرام جبان بس تطوط لي يطير. ومع الأسف مرت هاي الحرامية كل هاي السنين بعد أن أهدرنا فرص وأموال للبناء كانت كبيرة جدا. هاي الفلوس كان سوينا بها رحلات وكان سوينا بها مدارس وكان طيبنا لنا عليل وكان زوينا لنا فقير وكان آوينا لنا يتيم وكان سوينا لنا شارع وكان سوينا لنا سكن وكان زوجنا الماعدة وطينا الماعدة، لكن تركناها بيد الحرامية. ومرات أنا أناشد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنا أحترم القضاء العراقي لكن أنا كمواطن من حقي أن أبدي رأيي. هسه الجماعة من نقول لهم مرات يردون يقتلونا، بس أنتوا على أقل تقدير نقدر نسولف وياكم، يعني أنتم رجال قانون ومثقفين وتفهمون. يعني سيادة الرئيس مجلس القضاء أنا ما أعترض على القضاء لكن أتساءل باستفهام، يعني شنو واحد يبوك 6 مليارات ينسجن 4 سنين؟ شلون؟ وأسأل الدولة شلون البارحة مسجون ومحكوم وبايق ويرجع مدير عام مثل ما حصل بالسماوة ورد مدير عام، ولما انفتحت قضايا المدير العام طلعت قريولة باسم خشان هم هو مسؤول عنها، وأنا ما خليته يروح وأجبرته بالجزء الثاني لأن أنا عندي استفهامات وملفات فساد بعد بها مليارات هم الوليد مسؤول عنه. هذا يفترض ونناشد باسم الإنسانية وباسم المحرومين. هذا الولد اللي حطوه مدير عام ورا ما طلع من السجن، إذا جهة حزبية مرشحته، إذا وراء مسؤول، أجرها من أذانها واحد ورا واحد واحد ورا واحد واحد ورا واحد، لأن ترى الوليد ما باق بس له، لا وداعتكم أكو جهات أخرى تساني تطيها، وإذا تريد تحقق العدالة ذولا كلهم يجب أن يروحوا للسجن. ما يصير إحنا في كل عمرنا نقدم ضحايا، وترى هو هذا هم ضحية لأن هو هم كل شيء ماكو، ولبسوا وحزموا وحطوا لقاط ورباط وطوط طيط وبالك وحمايات وصار مدير عام، يبوقوا ويطل الولد، جيبوا الوراء حطوه بالسجن أو كفخات ودفرات، ها وشوفوا اللي طلع عن شنو. وبعدين لما تظهر في قطاع مثل وزارة ليش المعالي ما يحاسب؟ شنو ربه واحد لو جايب سك الغفران لو باني لبلد؟ لا، مثل ما تماهلنا في حسابات سبايكر ومثل ما تماهلنا في سقوط المناطق الغربية وما عدنا سجناء وما حاسبنا الكبير، نفس المنهج يستنسخ، نفس المنهجية تعاد، ونصرخ نصرخ صار سنين يوميا لامين ثيابنا وراكضين من أجل هالوطن حتى يعيش. قضاء العراقي
إلى 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 وقفات مشرفة. نعم ندرك، نعم نفهم، نعم نعلم أن هنالك بعضا من أشباه السياسيين وبعضا من أشباه الرجال يحاولون خاسئين أن يضغطوا على القضاء، ولا أنكر أنهم نجحوا هنا أو هناك، ولكن في الظروف الحالية يجب أن الكل يتيقظ ويرى ويسمع أن المرحلة لا تحتمل.